السلام عليكم. خفض صوت التلفزيون يا حسين. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفزيون وتفضل. أبي أسألك الشيخ عثمان بس سؤال واحد. تفضل. شيخنا أريدك أم عمر منين؟ كيف؟ بس هذا السؤال. أم عمر يا أم عمر بن الخطاب. أم عمر بن الخطاب؟ ايه اخي خفض صوت التلفزيون. نعم ايه نعم ويا اخويا وصلك السؤال شيخ؟ ماشي ماشي نعم بارك الله فيكم انتظر الاجابه. يعني الله قبلها بس هذا الاخ حسين اللي سال عن ام عمر يقول من هي؟ نعم. يريد ان يطعن في شرف عمر رضي الله حسب ما اظن يعني. نعم هكذا اللي فهمت من السؤال حتى من طريقه القائه. نعم انا لم استطع ان لهذا أفهم السؤال. نعم نعم أقول أم عمر هي التي رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنتها حفصة بنت عمر بن الخطاب. نعم. أم عمر هي التي رضي علي رضي الله عنه أن يزوج عمر ابنها ابنته أم كلثوم. نعم. يعني ولكن الشيعة للأسف يتهمون عمر بأن أمه كانت زانية وأبو بكر أمه زانية وطلحة أمه زانية وسعد بن وقاص أمه لها راية وهند بنت عتبة لها راية. يعني طعنهم في الأعراض شيء قبيح جدا. نعم. يعني للأسف يعني دائما طعنهم في الأعراض في الأعراض في الأعراض في الأعراض فالله المستعان.